إنها لحظة سحرية لميكي ينادي يحيى النادي من ديزني جونيور. ملابس دونجل الخارقة تضع الجميع في مأزق. كيف سيضع الأصدقاء حداً لخطته الشريرة؟ أهلاً كوكبة، هيا قلد البقرة وتحركي. متجر المو خصعتي، لقد انكمش تماماً. عذراً كوكبة، لا تبالي بأمري، أنا هنا لآخذ متجر المو. إنها لكارثة عظمى. هذا الذي أرى، كلهم لديهم قوى خارقة، وهذا لن يوقفني. ها هو شيء سيبططهم. يا خبر، تنطي بطا مطاطيا لينبطح الجميع. نحتاج مسكنات خارقة، الجميع يقولون يا صندوق وات خارق. صندوق وات خارق، يا صندوق وات خارق. لدينا مجفف، قفاز لالتقاط الكرة، مظلة بحر كبيرة، والمسكنات الغامضة. أيها يمكنه حمايتنا من البط المنهمر؟ فلنجرب مظلة البحر الكبيرة، ربما تصد البط. مع صندوق وات خارق أحلى الأوقات. يا كنجرة مرهى، هذا جميل، انظروا لي. دونجل سروال القوة، التصرف الفوري. هيا يا فريق، فلنتعاون لنوقف دونجل سروال القوة. أنا سأوقفه. أستطيع إيقافه. مشكلة، ما عدا متاعب في الجزء الجنوبي. يا خبر، أو يا له من إحباط. لقد انتهيت يا دونجل سروال القوة، أبطال النادي وضعوا حدا لشرك. فعلنا؟ أجل، لقد فعلنا. سنكون أقوياء إذا عملنا معا. بطلان خارقان أفضل من شرير خارق. تابعوا المشاهدة للحظة سحرية أخرى، ويمكنكم مشاهدة ميكي ينادي يحيى النادي على ديزني جونيور.